ازاي تظهر محبتك لطفلك؟ في ناس قالوا ان في وسائل كتير قوي عشان نظهر حبنا لاولادنا. هنجيب البوم الصور بتاعهم ونبدا نقلب في كل صوره ونحكي لهم عن موقف كل صوره ونبدا نضحك من خلال الصور دي. تاني حاجه لازم نخلي الطفل اللي هو يختار لبسه، اختيار الطفل اللي لبسه بيديله ثقه كبيره قوي في قراراته. تالت حاجة هنعمل حاجة بسيطة قوي، هنجيب ورقة ونكتب أي جملة تشجيعية أو أي كلمة أو أي نكتة ونبدأ نحطها للطفل على سريره علشان أول ما يقوم من النوم يلاقي الورقة دي قدامه. الورقة دي هتأثر فيه قوي، اللي هو يعرف قد إيه أنت بتحبه. حاجة كمان إن إحنا دايماً نذكر الطفل بحاجة إحنا اتعلمناها منه، دوت هيعرف قد إيه أنت مركز معاه قوي وقد إيه أنت بتحبه. اخر حاجه تظهر بيها محبتك لطفلك هو اندماجك معاه وقت اللعب بتاعه، ده هيساعده كتير قوي ان هو يشوف قد ايه انت بتحبه.